اللي اجى الربيع على بكير. الحمد لله ما عندنا شغل ما لازم كله خير ورب العالمين. الحمد لله. سنان باشا، معقول تهاجموا كل رعايا البندقية؟ السلطان مراد بهالشكل رح يخلق عداوة أبدية ما بين الدولتين. مولانا السلطان وقت اللي بيكون معصب ما بيشوف قدامه، كون مطمئن رح يتراجع عن هذا القرار. وإذا ما صار هيك، هون باستنبول في كتير تجار، رح تتضرر كل تجارتنا وحماية مصالحنا من مسؤوليتك. أنا رح أعمل كل شي بيطلع بإيدي. سينان باشا، أنت لازم تعمل أكتر من هيك، أنت لازم تمنقه. ولا تنسى فرسان الهيكل صامدة بفضل الدوك، إذا نحن شلنا دائمنا عنها رح تختفوا نهائيا. سينان باشا، يا أهلا وسهلا، تفضل ارتاح. لا أنت بدك تقوم تجي معي، عاوزك باشا. بترجاك تركني بحالي، مو جاي عبالي انزع مرائي. عم تضيع قدراتك يا أمير شلبي، وهالحشيش اللي عم تشربه رح يروحك بالآخر. لا تنسى إنك أشطر حكيم بهالبلد وإيديك فيهن الشفا. شلون فيهن الشفا ومرتي ماتت بين إيدي؟ هالإيدين ما لهم فايدة. ما في شي بيقدر يرجع حبايبنا لهي الحياة، وهالسم اللي عم تشربه ما راح يخليك تنسى، بالعكس راح يضل يذكرك. صحيح ما أنقذت مرتك، بس أكيد بتقدر تنقذ حياة كتير ناس، وقدر هالبلد بين إيديك أنت. يلا